هعلمك النهاردة ازاي تنشئ حسابك على جوجل بشكل بسيط وبشكل سريع وبشكل سلس بعد التعديلات الاخيرة. كل اللي عليك اللي انت هتعمله بس دلوقتي انك هتركز معايا في الفيديو ده جدا عشان تعمل الحساب باسرع وقت ممكن. كل اللي عليك اللي انت هتعمله دلوقتي هتدخل على محرك البحث جوجل، وهتيجي هنا كده في البحث هتكتب انشاء حساب جيميل. بتدخل عليها بالشكل ده، بعد ما بتعمل بحث بيطلع عندك هنا انشاء حساب جيميل، بتضغط عليها. بعد ما بتضغط عليها بيطلع هنا انشاء حساب، بتضغط عليها بالشكل ده بيدخلك على الصفحة دي. اول حاجة بس انا عايزك ان انت تعملها، وهي الاسم الاول واسم العائلة. الاسم الاول واسم العائلة دول ما لهمش اي علاقة بالاي دي بتاع جيميل اطلاقا، دول الاسم الاول والاسم العائلة اللي موجودين في بطاقتك الشخصية. يعني بكل بساطة عايزك ان انت تحط اسمك والاسم بتاع العائلة كما هو مطابق للبطاقة الشخصية بالحرف. يعني اسمك في البطاقة مكتوب ثلاثي بتكتبه ثلاثي، مكتوب رباعي بتكتبه رباعي، مكتوب خماسي بتكتبه خماسي، زي ما هو مكتوب في البطاقة بتاعتك تكتبه. ما تستخدمش اسماء مستعارة، خصوصا لو الايميل اللي انت بتعمله ده ايميل انت هتستخدمه، هتنشئ مثلا بيه حساب ادسنس، هيبقى ايميل خاص بيك انت مثلا في اي شغل كان هتعمل بيه قناة. كل الكلام ده لازم ان انت تكتبه زي ما هو مطابق للبطاقة، عشان بعد كده ممكن جوجل بيبعت حاجة اسمها اثبات الملكية. اثبات الملكيه لازم ان هو بيطابق الاسم الاول مع اسم العائله مع الصوره اللي انت هتبعتها له لصوره البطاقه. فهنا كده هنيجي هنكتب اسم صاحب الايميل ده. بعد ما بتكتب الاسم الاول واسم العائله، انا مثلا هنا صاحب الحساب ده الاسم بتاعه مكتوب في البطاقه مكتوب خماسي، انا كتبته خماسي. بعد كده بتعمل التالي. بعد ما بتعمل التالي بيدخل اليوم والشهر والعام، اللي هو بمعنى اصح ده تاريخ الميلاد بتاعك. تاريخ الميلاد تكتبه برضو كما هو مطابق للبطاقه، ما تعملش تاريخ ميلاد مستعار، اكتب تاريخ ميلادك اللي هو مكتوب في البطاقه بتاعتك. زي بالظبط ما عملت في الاسم واستخدمت اسمك في البطاقه، اعمل برضو هنا تاريخ الميلاد كما هو مطابق للبطاقه بتاعتك. خلاص جينا هنا كده دخلنا اليوم والشهر والسنه، بعد كده بتحدد الجنس بتاعك هنا ذكر، بعد كده بتعمل التالي. بعد ما بتعمل التالي هو هنا بيقترح عليك حاجات، او بمعنى اصح بيقترح عليك عناوين اي دي للجيميل بتاعك. طيب انت نفرض انت مش عايز اي حاجه من دول، بتيجي هنا كده بتعمل انشاء عنوان جيميل وبتعمل جيميل خاص بيك، او بمعنى اصح انت بتختار الجيميل او العنوان بتاع الجيميل او الاي دي اللي انت حابه. ممكن انت ما تكونش حابب اي حاجه من دي، فبتيجي هنا كده بتعمل انشاء عنوان جيميل، فبيدخلك على انشاء عنوان جيميل. بتيجي بتكتب هنا كده اي عنوان جيميل انت عايزه، بتشوف انت عايز ايه، وبتقعد بقى ان انت تجرب لغايه لما يقول لك ان الدنيا تمام. انا مثلا هنا اخترت عنوان الجيميل ده، بعد كده باجي بضغط على التالي. قال لي هنا اسم المستخدم هذا مستخدم بالفعل، جرب اسم مستخدم اخر. فانت لو جيت عملت هنا عنوان وقال لك ان الاسم مستخدم، بتحاول ان انت تجرب تاني. بس طبعا لما تيجي تجرب تاني ما تجربش اكيد بنفس عنوان الاي دي اللي انت حطيته، لا بتجرب بعنوان تاني او بتعمل حاجة تانية، او بتضيف على العنوان اللي انت حطيته ده او على الاي دي اللي انت حطيته ده بتضيف مثلا عليه ارقام، بتزود عليه اسم مثلا، اي حاجة. لكن ما تحطش نفس الاي دي لان هو كده كده مش هيقبله، لان هو هنا قال لك مستخدم بالفعل. خلاص هنا كده دخلني بقى على كلمة المرور. بيقول لك هنا انشاء كلمة مرور قوية. انشاء كلمة مرور قوية باستخدام مزيج من الاحرف والارقام والرموز. هنا كده انت بتيجي بتدخل كلمة المرور، وكلمة المرور لازم تبقى قوية، عشان كلمة المرور عموما دي حاجة انت بس اللي بتكون عارفها. كلمة المرور بتاعتك محدش خالص بيكون عارفها، فما تعملش كلمة سهلة. يعني ما تحطش مثلا رقم موبايلك، ما تحطش اي رقم يبقى سهل ان اي حد يوصله، لان كده ممكن تعرض حسابك للاختراق. فحاول ان انت تستخدم كلمة مرور تكون كلمة المرور دي قوية وما يكونش حد عارفها غيرك انت. خلاص بعد كده ما كتبت كلمة المرور، بتنزل تحت كده بتكتب برضو كلمة المرور اللي انت حطيتها في الاول، بتكتبها مرة تانية عشان هو هنا كده بيعمل لك عليها تأكيد. بعد كده بتضغط على كلمة التالي. هنا بيقول لك بعد ما ضغطنا على كلمة التالي اضافة بريد الكتروني مخصص لاسترداد الحساب، العنوان الذي تستطيع جوجل استخدامه للتواصل معك في حالة رصد نشاط غير معتاد في حسابك، او في حال عدم تمكنك من الدخول الى حسابك. والخطوة دي مهمة جدا، ولكن انا دلوقتي هعمل تخطي للخطوة دي، لان اضافة ايميل لاسترداد الحساب ده انا هعمل له فيديو مخصص. فهنيجي هنا انت طبعا عايز تحطه بتحطه هنا، مفيش اي مشكلة خالص، بس انا هعمل فيديو مخصص للايميل اللي هو مخصص لاسترداد الحساب عشان برضو انت تفهم الدنيا فيها ايه. انا كده هنا هاجي هعمل التخطي. بيقول لك هنا مراجعة معلومات حسابك، يمكنك استخدام عنوان البريد الالكتروني لتسجيل الدخول لاحقا. بنيجي هنا بنضغط على التالي. بعد ما بنضغط على التالي بيدخلك على الخصوص.
الخصوصية والبنود. هنا طبعا البنود دي انت عايز تقراها تمام مفيش اي مشكلة، انت مش عايز تقراها برضو تمام مفيش اي مشكلة خالص، ولكن انا انصحك ان انت تاخد فكرة كده عنها وتقعد تقرا فيها وتشوف الدنيا فيها ايه. انا عن نفسي قريها ومش محتاج ان انا نقراها مرة كمان، ولكن بننزل تحت هنا خالص بنضغط على كلمة اوافق. كده الموضوع بكل بساطة خلاص الايميل اتعمل معاك مفيش اي مشكلة خالص. بعد كده بتدخل بقى على خطوات تأمينه وخطوات ان انت تعمل اثبات الملكية للايميل ده عن طريق رقم الهاتف، وهو ده اللي احنا هنعرفه في الفيديو اللي جاي مع بعضينا عشان نفهم برضو الدنيا فيها ايه. الموضوع سهل، الموضوع بسيط، الموضوع مفيش فيه اي كعبلة على الاطلاق. انت بس كل اللي عليك اللي انت هتعمله ان انت بتمشي على خطوات بسيطة وخطوات سريعة عشان تقدر ان انت تعمل الايميل ده بشكل مظبوط وبشكل صحيح. لو عندك بقى دلوقتي اي استفسار او عندك اي سؤال اكتب لي تحت في الكومنتات وارد عليك. لايك وشير وسبسكرايبك واشوفك الفيديو الجاي. سلام.